إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الإيمان، الإيمان أكبر قضية في حياة الإنسان، لا سر لوجوده، لا قيمة لحياته، سيزول الأثر كما زال أثر السابقين. وقد صدق الشاعر إذ يقول: أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم فيك والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا وماتوا جميعا ومات الأثر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ فكل آت قريب، فالموت نهاية الإنسان، والموت ليس نهاية، الموت هو انتقال من وجود إلى وجود، الموت انتقال من وجود زائل الحياة الدنيا إلى وجود دائم الآخرة دار القرار. الذي ينفع الإنسان في الحياتين الأولى والثانية الزائلة والباقية الإيمان. قضية الأنبياء، قضية المرسلين، قضية الصحابة، قضية التابعين، قضية المصلحين، قضية المربين، قضية الأولياء، قضية الأجداد، قضية المعلمين، هي قضية الجميع. لذلك ركز عليها ربنا جل جلاله أيما التركيز، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقضية الإيمان هي القضية المركزية في حياة الإنسان. لذلك نجد العديد من النصوص في كتاب الله العزيز تدعون إلى النظر في كتابين، إلى النظر في كتاب الله المقروء المتلو اللي هو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم كتاب هداية، لقوله تعالى في سورة الإسراء في الآية التاسعة ربنا يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن آمن بالقرآن واتبع منهجه ومقتضاه لا شك أنه سيكون من الفائزين حتما، لأنه سيأخذ بلبه ويأخذ بقلبه إلى شاطئ البر والأمان. فالله قد قال وقوله الحق: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نفر من الجن حينما استمعوا لكتاب الله يتلى قالوا، كما في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا اعتراف من الجن بأن هذا الكتاب العزيز هو كتاب رشد وكتاب هداية. ونقرأ في آيات كثيرة
تدعون إلى النظر في كتاب الله المفتوح في هذا الكون الفسيح في خلق السماوات والأرض وهذه الجبال الرواسي الشامخات وهذه البحار وهذه الأنهار والطيور وكل ما خلق الله عز وجل، هذا كتاب الله المفتوح. ربنا أرشدنا إلى التأمل والنظر والتدبر، وقد وردت آيات النظر والتدبر في القرآن في أكثر من 1000 موضع، أكثر من 1000 موضع نجد هذه الآيات ترشدنا توجهنا إلى التأمل إلى التعقل إلى النظر إلى التدبر من أجل إدراك الحقائق الكبرى التي أراد الله لنا إدراكها. على سبيل المثال قال الله تعالى في سورة ياسين الآية 36: سبحان، كلمة تعظيم لله، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. لأن الإنسان ولو بلغ شأوا عاليا في العلم والمعرفة لن يدرك الحقائق كلها، سيظل علمه قاصرا مصداقا لقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ليظل الإعجاز القرآني قائما ختم الله الآية 36 من سورة ياسين بقوله: ومما لا يعلمون. وهذه الآية نجد مثيلا لها في سورة الذاريات في الآية 49، ونقرأ في سورة فصلت الآية 53: سنريهم لأولي النظر، لأولي الألباب، لأولي العقول، لأولي البصائر. ربنا يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، النتيجة حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هذا ما علمناه في وحينا الطاهر، نسأل الله أن نكون ممن ينظر ويتدبر في كتابي الله عز وجل، في كتابه المقروء وفي كتابه المفتوح. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. فإذا استقر الإيمان في قلوبنا سيثمر حتماً ثمرات في حياتنا. من ثمرات الإيمان العمل الصالح، المؤمن سيلتزم العمل الصالح في حياته، ويلتزم العمل الخيري بمفهومه العام في حياته، لآيات كثيرة أذكر على سبيل المثال ما قال ربنا في آخر آية في سورة الكهف الآية 110: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ربنا أرشدنا إلى العمل الصالح بمفهومه العام، فكل ميسر لما خلق له، ولا يجوز نقلا ولا عقلا أن نختزل العمل الصالح في مجال معين بحد ذاته. العمل الصالح بإطلاق، وكذلك عمل الخير، قال ربنا في سورة الحج في الآية 77: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه من ثمرات الإيمان. ومن ثمرات الإيمان الأخوة التي تجمعنا، الأخوة في الله، إشارة أيضاً إلى الأخوة في النسب، لها مقامها، فالأرحام لها مقامها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش. نعم، ولكن هناك أخوة أخرى تنفعنا في الدنيا وتنفعنا في الآخرة، وهي الأخوة في الله، كما قال ربنا في سورة الحجرات الآية 10: إنما المؤمنون إخوة. إذن ربط الله عز وجل هذه الأخوة بشجرة الإيمان. ومن ثمرة الإيمان أيضاً
الثبات في هذه الحياة، وما أحوجنا إلى الثبات، الثبات على الطاعات، الثبات على القربات، الثبات على الباقية الصالحات، الثبات عند مواجهة المصائب لا سمح الله، عند مواجهة النوائب، والنوائب تنزل كما يشاء ربنا، فهو الذي يبتلينا بما يشاء لا بما نشاء، متى شاء لا متى نشاء، لقوله تعالى في سورة البقرة في الآيتين 155-156: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. وفي سورة الملك في الآية الثانية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك نحتاج إلى ثبات، لذلك الله عز وجل يعطي الثبات للمؤمن في مثل قوله تعالى في سورة إبراهيم في الآيتين 26-27: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن ثمرات الإيمان السكينة، وما أحوجنا إلى هذه السكينة خاصة في هذا الزمان، حياتنا المعاصرة حياة معقدة جدا، أعيد، حياتنا المعاصرة لم تكن كما كانت سابقا، كانت حياة بسيطة لا منغص لها إلا بعض الهموم والمشكلات المحتملة. أما حياتنا الآن كما يقول العقلاء والحكماء بل والأحياء جميعا ولا يختلف اثنان حول هذه المسألة، أن حياتنا المعقدة تأخذ منا السكينة، هذه السكينة التي لا تشترى في الأسواق، لا تباع في الأسواق، ليست عرضا من عروض التجارة. ربنا منحها للمؤمنين في مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه بعض ثمرات الإيمان، هناك غيرها، أكتفي بما ذكر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان، اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا وألفة وأخوة ومحبة وسعادة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا رحمكم الله، استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.